نبتدي على طول بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت معانا امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وقال إن المبادرة دي ليها عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، عشان كده الحكومة بتعمل على تدليل أي معوقات أو تحديات ممكن تواجه المبادرة. كمان امبارح الدكتور مدبولي رئيس الوزراء استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي تم تنفيذها أو بيتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال إن الدولة بتراهن بشكل كبير على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا إن المنطقة تعتبر بؤرة استثمارية واعدة وبتقدم حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذلك ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية. وقال كمان إنه هيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض بعض ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد رئيس الوزراء الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بتراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية فضلاً عن السعي لأن تصبح مصر مركز إقليمي عالمي لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة. وناقش الاجتماع أيضاً الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بتنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية، وده على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. في سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدد من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، نقل ليهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد اللي بيبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة. كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات. كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع اللي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة. وقام أيضاً بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة قنا حيث تم افتتاح فعالية قافلة جامعة عين شمس الطبية في مركز قوس، وكمان في اسكندرية تم فحص وعلاج 1281 مريض ضمن قافلة حياة كريمة. امبارح كمان في الشرقية تم تسليم 4 مليون جنيه للمستفيدين من برنامج فرصة، والنهاردة في بني سويف حيتم قطع المياه عن عدد من قرى مركز بيبا لمدة 14 ساعة بسبب أعمال التطوير والصيانة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا تم افتتاح فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية المفرجية التابعة لمركز قوس. تستهدف القافلة خدمة أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 12,000 مواطن من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات وصرف العلاج مجاناً وأيضاً التوعية الصحية، ده إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية بنجر واحد ضمن مبادرة حياة كريمة. استمرت أعمال القافلة على مدار يومين بالوحدة الصحية بالقرية وضمت 9 تخصصات شارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي، وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1281 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في بورسعيد شهدت المحافظة تسليم 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد وجنوب المحافظة، وده ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956. في الشرقية سلمت المحافظة 171 شيك بإجمالي 4,150,000 جنيه للمستفيدين من برنامج فرصة اللي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة مشروعات خاصة بيهم تدر عليهم دخل ثابت وتوفر لهم حياة كريمة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه هيتم قطع المياه النهاردة عن قرية سدس وهلية وقنبش وصفت رشين من الساعة 10 الصبح حتى 12 منتصف الليل لمدة 14 ساعة، وده لاستكمال أعمال ربط خط مياه قطره 500 ملي متر وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز بيبا. في الأقصر أكدت مديرية التضامن الاجتماعي تسليم 182 جهاز تعويضي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة بقرى ونجوع المحافظة وتوفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.